لان العولمه اصبحت تخيف ثقافات الاخرى، خوف من الذوبان في العولمه. فعوض الايديولوجيات او الحرب البارده التي كانت تكون حول الايديولوجيه الكبرى الشيوعيه والايديولوجيه الليبراليه، الان النزاعات والحروب والتصفص والصدامات حول الهويه، حول الهويه من انا، حول من انا، ثم كيف احافظ على الانا، وكيف أميز نفسي بين الأنا أو نحن والآخرين. هذه مطروحة سواء في العالم العربي الإسلامي أو حتى في العالم الغربي، مطروحة في فرنسا، مطروحة لما ظهر الإسلام وتقوى وبرز في المجتمعات الغربية، تطرح مسألة الهوية، خوف من اكتساح الإسلام تلك البلدان، الثقافة أو تبدأوا الآن في الغرب يشككون في سياسة تعدد الثقافات، يعني أو المجتمع المتعدد الثقافات، بداو يشكوا في هذه المسألة، هذه إعادة النظر في صياغة المجتمع نظرا لهذا ما ينظر إليه كخطر أصولي إسلامي ديني إلى آخره. إذا تروح الهوية بشكل قوي، وهذه المحاضرة يعني تحليل هذه الإشكالية الهوية، وكيف مثلا في بلاد المغرب مع مسألة الأمازيغية ومسألة الصحراء، كيف يمكن التعايش والتمازج مع هذه الهويات في إطار هوية يعني شاملة. سداد هو اللي بغيت نجبد لك، يعني دابا غير في هذا الحراك ديال الريف تطيح مشكل. انت جبتي الحراك الريف، يعني صيغه على انه يعني حراك ذات بعد ديال الهويه، بعد هويتي بغينا نقولوا، وانه هناك خوف من الانفصال على هذا الاساس. الاشكاليه اللي طرح الاستاذ هي اشكاليه ديال الادلاجات الهويه، أدلاجات الهوية، لما تدلج تؤدلج الهوية يعطيها بناء فكري، فقد تصبح يعني هوية منغلقة.